مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من رسالة الهيئة اليومية. اليوم يتم إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرياضة. خلوكم معنا بعد الفاصل نشوف معاكم أحداث جديدة. بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور محمود فليطح الشمري ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد وبمشاركة من شخصيات وفعاليات رياضية جرى إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرياضة للعام 2022-2028 وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية في منطقة جابر الأحمد. وتحدث الوزير عبد الرحمن المطيري خلال الحفل ذاكرا أن فريق صناعة الاستراتيجية والذي يضم عددا كبيرا من الكوادر الفعالة قد نظم حلقات نقاشية وورش عمل موسعة وأنه قد تم دعوة عدد كبير من الشخصيات الرياضية حيث جرى خلالها مناقشة المقترحات ووجهات النظر الهادفة إلى تطوير الرياضة الكويتية. وذكر الوزير المطيري أن فرق عمل الاستراتيجية قد انتقل إلى بيئة العمل الرياضية للاطلاع عن قرب للأوضاع الرياضية، كما أن هناك فرق آخر كان يعمل على الاطلاع على التجارب الدولية والعالمية والخاصة بالرياضة. وأكد الوزير المطيري أن الهدف من الخطة الاستراتيجية هو تأهيل الكوادر الرياضية للمشاركة في البطولات وصناعة أبطال للأولمبياد وتحقيق الإنجازات الرياضية في أولمبياد 2028. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا سعداء جدا بان نطلق استراتيجيه الهيئه العامه للرياضه 2022-2028. هذه الاستراتيجيه قام بصناعتها العاملين في الهيئه العامه للرياضه ومتطوعين وايضا موظفين مؤسسات مختلفه. ان قاموا فريق صناعه استراتيجيه ان يستمعون لجميع الهيئات والاتحادات والجهات المعنيه في الرياضه الكويتيه حتى يكون الجميع مشارك، حتى نعظم هذه الاستفادة من خلال توحيد جهود الجميع بطرح الأفكار والملاحظات، ويكون الكل مسؤول عن هذه الاستراتيجية ويكون فاعل أساسي بتنفيذها، حتى بإذن الله لما نطلق هذه الاستراتيجية الكل ملم فيها ويستطيع بتنفيذها بخطوات ونهج توافقي تشاركي متكامل. اليوم حتى أننا نحاول قدر المستطاع أن يكون الإعلام له دور كبير بتنفيذ هذه الاستراتيجية، بأن يكون لهم يعني تخصص في الرياضة ويكون ملم بكافة المعلومات عن الرياضة الكويتية وكافة الخطوات اللي راح ننفذ هذه الاستراتيجية تكون معلنة للجميع حتى نستطيع أن نأخذ تحليل يعني متكامل، نستفيد من خلال هذا التحليل أن نرتقي بالرياضة الكويتية. اليوم إشراك الجميع، نغطي كافة الزوايا في مجال الرياضة، وهذه الزوايا لما نغطيها سوف تكون هناك رؤية طموحة مكتملة نستطيع أن ننفذها من خلال المسؤولين ومن خلال الجهات المعنية. الكل يشترك بهذا التنفيذ حتى يكون جهودنا مكتملة وتوحد هذه الجهود حتى نعظم هذه الاستفادة من خلال هذه الاستراتيجية. اليوم من أهم أهداف هذه الاستراتيجية اللي هم حوكمة الإجراءات. اليوم إذا استطعنا أن نعلن عن إجراءاتنا ونعلن عنها من خلال ميكنة هذه الخدمات ونصل إلى رغمنة هذه الخدمات ورغمنة كافة المعاملات،
تتيح الفرصة للهيئات الرياضية وتتيح الفرصة أيضا للإعلام والمهتم والمختص في مجال الرياضة أن يشاركنا بمقترحات يكون بنفس المستوى اللي احنا واقفين فيه ويسعى لارتقاء بهذا المستوى إلى آفاق أوسع وإلى طموح أعلى. فلذلك احنا نحاول أن نهتم بكل الجوانب المتخصصة في الرياضة حتى نكتمل من خلال شراكتنا من خلال رؤانا المختلفة حتى نصنع رؤية متكاملة للرياضة الكويتية، ونسعى إن شاء الله إلى 2028 أن تكون منظومتنا الرياضية مكتملة وتكون كل مشاركاتنا فيها نهج واضح ونحقق الإنجازات بأسس علمية مدروسة وخطوات تكون ثابتة لتحقيق الإنجازات. معالي الوزير، يعني من خلال البرزنتيشن الذي كان شافي ووافي للأمانة شاهدنا في هذه الاستراتيجية طموحة على مدار 6 سنوات، إن شاء الله سنشاهد هذه البصمات بإذن الله في الفترة المقبلة، السنوات المقبلة إن شاء الله بشكل واضح من خلال انطلاقة هذا اليوم. أنا متفائل جدا بالكفاءات الوطنية، وأنا متفائل جدا يعني تحقيق مبدأ الشراكة مع كافة الهيئات المعنية في الرياضة الكويتية. الكل مسؤول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية بإذن الله، تسخير الموارد المختلفة في جميع هذه الهيئات حتى يعني نعظم استفادتنا من استفادة من هذه الموارد، سوف نحقق بإذن الله إنجازات وتطور ملحوظ للرياضة الكويتية. فإن شاء الله متفائلين، وإحنا طموحنا جدا عالي، وشباب اليوم يعني مواكبة تطلعات شاب جدا تحدي صعب، ولكن سوف نحول هذا التحدي إلى فرصة عظيمة باستثمار من موارد وإمكانات شبابنا لتحقيق الإنجازات. إحنا الآن في خطوات ثابتة للوصول إلى منظومة الاحتراف الكلي، واليوم مثل ما ذكرناها في الاستراتيجية فحاطينها من أهم الركائز وأهدافنا اللي نسعى لتحقيقها، من يكون هناك احتراف نستفيد من كافة التجارب. خاصة اليوم أعلننا عن 55 تجربة دولية من 26 دولة، فهذه الاستفادة من خطوات من سبقنا بتطبيق الاحتراف الكلي والمنظومة الاحترافية، أن يعني نعتبر من هذه التجارب وبإذن الله ننطلق منها ونصل إلى احتراف يحقق تطلعات رياضية. هذا اللي احنا ذكرناه بالاستراتيجية، حوكمة الإجراءات، ميكنة الخدمات، الوصول إلى رغمنة الخدمات، وهذا الأمر راح يتيح الفرصة بتسهيل هذه الإجراءات للجميع. وأيضا التفرغات الرياضية موضوعة بهذه الاستراتيجية، لأن منظومة الاحتراف لن تكتمل إلا من خلال التفرغات الرياضية اللي تتيح الفرصة لجميع الرياضيين أن يعني يمكنون بتطبيق الاحتراف ويكونون يعني ينمي مهاراتهم بالاستثمار الأمثل لهذه الإمكانات. هناك عديد من الخطط بإذن الله اليوم أعلننا عنها، وراح يعني بإذن الله بخطوات ثابتة راح تكونون أنتم جميع الإعلاميين على اطلاع، وهذا أنا يعني اللي يهمني أن الإعلاميين يكون عندهم المعلومات وعندهم الخطوات اللي قاعد تسعى لتحقيق الهيئة العامة للرياضة حتى نصل إلى منظومة رياضية مكتملة. نعم، ناقشنا العديد من الأمور ومنها التشريعات، الآن يعني مراجعة كافة التشريعات اللي كانت مقدمة في السابق ويعني وتكون متسقة مع استراتيجية الهيئة العامة للرياضة، وبإذن الله راح نصل إلى تشريعات تساهم في المنظومة الرياضية. الجميل بهذه الاستراتيجية أن العاملين فيها جميع الموظفين في الهيئة العامة للرياضة وجميع الهيئات والاتحادات المعنية، فجميع الجهات المعنية في الرياضة ساهموا وشاركوا في هذه الاستراتيجية، فهم على علم وعلى اطلاع بكافة تفاصيلها، فقضية تنفيذها راح تكون واقعية وملموسة، لأن هم وضعوا هذه الاستراتيجية، وضعوا الأهداف، وضعوا الخطط يعني المخرجات اللي مفروض أن يعني تساهم لهذه الاستراتيجية أن تنفذها. بإذن الله بالخطة التشغيلية أنا يعني متفائل بأن العاملين فيها راح ينفذون خطة تشغيلية واقعية ومنهج واضح لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وراح نشوفون الأيام القادمة هذه الخطوات وهذه المسؤولية وهذه الشراكة التوافقية فيما بيننا أن تكون واقعية وتحقق طموحنا. اتحاد كرة القدم أخفت في الفترة الأخيرة، ما في محاسبة. اليوم احنا نسعى لمنظومة رياضية مكتملة، فالمنظومة الرياضية مسؤولية الجميع، فاليوم بإذن الله من خلال هذه الاستراتيجية راح تكون المنظومة بشراكة الجميع ومساهمة الجميع حتى نصل إلى رياضة يعني الريادة ونحقق إنجازات في هذه الرياضة، وتكون منظومتنا تساهم في ذلك. فلذلك لا نحط اللوم على أي جهة من الجهات، اليوم في استراتيجية
تشمل الجميع وتشرك الجميع، وبإذن الله سوف تساهم بالارتقاء في طريقة التفكير وطريقة المسؤوليات وطريقة الخطط اللي سوف تضع، لأن عندنا رؤية واضحة ورسالة واضحة وأهداف واضحة، سوف بإذن الله نحقق إنجازات. مع الأخ الصالح، منشآت الفترة الأخيرة مطر خفيف وخرت صالة سعد العبد الله، يعني بإذن الله اليوم حاطين يعني بالأهداف الاهتمام بالمنشآت ودعم المنشآت واختيار أفضل ممارسات للمنشآت الرياضية. بإذن الله سوف نساهم أن بشكل كبير من خلال هذه الاستراتيجية بالمسؤولين بكل هدف من الأهداف من القطاعات المعنية أن يعني يسخر إمكانيات لتوفير أفضل المنشآت لتحقيق بيئة رياضية مثالية للرياضيين. هذه الاستراتيجية اللي عكف عليها العديد من المسؤولين والقيادات والموظفين والمتطوعين وكذلك الإخوان المختصين في الهيئات الرياضية، واللي أعلن عنها الآن معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن داحل المطيري. الرؤية هذه اليوم، هذه استراتيجية تطمح لتطوير الرياضة من جوانب عديدة، سواء من المنشآت، سواء من الأكاديمية، سواء من مستشفى طب رياضي، سواء من زيادة عدد البطولات والاستضافات ومشاريع البطل الأولمبي والحوكمة وغيرها من الأمور والنزاهة اللي تعلن عنها معالي الوزير اليوم. طموحين بأن إن شاء الله خلال الست سنوات القادمة بأن يتسيد شبابنا الرياضي المحافل الدولية والمراكز اللي يطمح لها جميع الشباب الرياضي. وبالتأكيد احنا اليوم في الهيئة العامة للرياضة سعينا بأن تكون هذه الاستراتيجية تشاركية وواقعية مع الجميع، بوجود الرياضيين، ذوي الإعاقة، رياضة المرأة، الشراكة مع القطاع الخاص والعديد كذلك من الأمور الأخرى اللي اليوم كلكم وسائل الإعلام على اطلاع فيها من خلال مسح الباركود اللي كان موجود في الخارج، حتى تكون هناك شفافية واطلاع الشارع الرياضي والشارع العام على ما هي استراتيجية الهيئة العامة للرياضة. سيكون هناك إن شاء الله فريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية في قطاع الرياضة وفي كل قطاع معني، سيكون هناك يعني اختصاصات محددة لكل قطاع، وإحنا إن شاء الله في قطاع الرياضة التنافسية سنسعى جاهدين من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية وزيادة الوعي والحوكمة والشفافية، وكذلك إن شاء الله نشوف بعد ست سنوات شبابنا الرياضي بإنجازات أعلى، خاصة بوجود مؤشرات الأداء اللي إن شاء الله بعد ست سنوات راح نعلن عنها كهيئة عامة للرياضة بنتائجها الأخيرة بإذن الله. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر تواجدكم وتسليط الضوء حول إطلاق الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة 22-28، وكما الحقيقة شفنا اليوم على رأس الهرم من أطلق هذه الاستراتيجية معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الأستاذ عبد الرحمن داح المطيري، اللي الحقيقة اليوم أنا أعتبره يوم تاريخي للرياضة الكويتية، يوم فخر واعتزاز لكل رياضي واللي يستبشر بخير في مستقبل إن شاء الله الواعد للرياضة الكويتية، خصوصا وما مرت فيه الرياضة الكويتية سواء على صعيد الإيقاف العام من خلال وباء كوفيد-19 أو سواء ما تعرض له الرياضة الكويتية مسبقا بالإيقاف الرياضي. لكن ولله الحمد أنا أعتقد التاريخ اللي دشنت هذه الاستراتيجية واليوم تم إطلاقها تعتبر الرياضة الكويتية هي بأمس الحاجة للعودة، ونقول الزمن اللي فات قد فوت بعض أبطالنا عليهم الفرصة، إلا أننا نستبشر إن شاء الله خير بالقادم. وعلى جميع الجهات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية أو الاتحادات والهيئات الرياضية وكذلك القطاع الخاص والأكاديميات وجميع وزارات الدولة بأن تتضافر كما كانت أهداف هذه الاستراتيجية والنصوص للتعاون والتشارك من أجل الرياضة الكويتية، لأن الرياضة الكويتية اليوم مقبلة يوميا على معايير، مقبلة يوميا على مشاركات، النتائج واضحة اليوم، ما في شيء يخفى على لاعب رياضي شارك خسر أو ربح، لكن بالأخير احنا ودنا علم الكويت أن يكون حاضر في جميع المحافل. خطتنا ل 2028 هي الفيصل، راح تكون الاختبار الحقيقي في الأولمبياد والبارالمبيك، إن شاء الله أن تكون النتائج المرجوة حاضرة في هذه الدورات.
إلا أننا نناشد الجميع التعاون والتعاضد والتكاتف، لأن الرياضة الكويتية تستحق الأكثر والأفضل، والشباب الرياضي الكويتي الطموح موجود وحاضر ويكافح ويتحدى، وجعل كل التحديات فرص كما ذكر معالي الوزير، والنتائج اللي تحققت خير برهان وخير دليل، ولكن سيتم تعزيزها وتطويرها من خلال العمل والعمل والجد إن شاء الله بتحقيق كل ما تستحقه الكويت وأكثر. إحنا اليوم نشكركم مرة أخرى على وجودكم، وأشكر الحقيقة الإخوان القيادين بالهيئة العامة للرياضة على رأسهم الدكتور حمود فليطح اللي قدم السند والعون خلال تدشيننا لهذه الاستراتيجية، إلى أن وصلنا إلى اليوم ولهذا التاريخ أن تطلق في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية. مشكورين الشركاء الحقيقيين في هذه الاستراتيجية. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، ونشوفكم في رسالة قادمة، ومع السلامة.